تحولت الأراضي الزراعية والأراضي السكنية في عموم المحافظات، لا سيما تلك التي يمتلكها مواطنون بعد أن ورثوها من أجدادهم وآبائهم، إلى لقمة سائغة للميليشيات المتنفذة المرتبطة بالمرجعيات الدينية والأحزاب الفاسدة، في ظل عمليات الاستحواذ الممنهجة على مقدرات الدولة اقتصاديا تحت غطاء الاستثمار المزعوم. يبدو أن حمى الاستحواذ على الأراضي وتغيير ملكيتها بدأت بالانتشار في عموم المحافظات، ولم تقتصر على بغداد والمدن المنكوبة فحسب، بعد أن اتهم ملاك الأراضي في كربلاء مافيات مرتبطة بالمرجعية بتجريف مئات الدونمات بالقوة بعد تخريب المزروعات فيها خدمة لأهدافهم الخاصة. أصابع الاتهام أشارت علانية للعتبتين الحسينية والعباسية بزعامة عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، المتهمتين بإدارة مشاريع اقتصادية تتربح باسم الدين. الاتهامات جاءت متزامنة مع حديث الشارع عن امبراطورية مالية يشرف عليها الكربلائي والصافي دون الخضوع لقوانين الضرائب، بعد أن اتخذت من المستشفيات والجامعات الخاصة والمصانع واجهات لها، وسط غضب شعبي متصاعد ترجمته مواقف الفئات التي انتهكت حقوقها على يد العتبات، والتي وصلت إلى حد التهديد بالملاحقة العشائرية. الله سبحانه وتعالى يجفينا شر العتبة الحسينية والعتبة العباسية، يعني أرض تعجبهم يستثمرونها بأي طريقة خاصة، يشترونها ويستثمرونها وإحنا يشيلونها. غضب الأهالي لم يقتصر على توعد ممثلي السيستاني في المدينة فحسب، بل تعداه إلى تمزيق جدارية وضعتها العتبة الحسينية لإعلام أهالي منطقة الشبانات بعدم التصرف بأرضهم، فيما توعد أبناء المنطقة باللجوء لكافة الطرق للدفاع عن أملاكهم. وليس بعيدا عن منطقة الشبانات وإلى مناطق الحزام الأخضر في كربلاء التي تقطنها عائلات فقيرة بموجب عقود إيجار من الدولة، حيث تجري هناك محاولات حثيثة يقودها أحمد الصافي ممثل السيستاني الذي يشرف على العتبة العباسية للاستحواذ على تلك الأراضي بهدف ضمها إلى مملكة المرجعية الاقتصادية دون ما اكتراث بالعائلات الفقيرة والمصير المجهول الذي ينتظرها. هذا عندنا كتاب احنا من العتبة العباسية ومديته للبلدية، هذا الكتاب تأكيديا تأكيد يقول لك تفلشهم، هذول متجاوزين، احنا مو متجاوزين. استثمارات العتبات الدينية فتح الباب على مصراعيه للحديث عن الدور الحقيقي للمرجعية الذي خرج عن إطاره الديني وتعداه إلى الاستثمار على حساب الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين بعد مصادرتها وتحويلها إلى أملاك خاصة تتصرف بها المرجعية وعتباتها، لتتصدر هذه العتبات مشهد الفساد وتتحول إلى حلقة جديدة من حلقاته المغذية للدولة العميقة كما يقول مراقبون، متخذة من تثبيت أركان الحكم الطائفي عبر إدارة المشاريع الاقتصادية وسيلة لتغطية نفقات حماية هذا المشروع، وبتسهيلات حكومية على الرغم من الادعاءات الإعلامية بإغلاق أبواب المرجعية أمام السياسيين وعدم منحهم الشرعية.